دكتورة ليلى، يعني احنا مش بس بنبارك لك، لكن عايزين نسألك ازاي قدرتي تحصلي على المركز الأول في قائمة مجلة فورباس لأفضل مستشاري إدارة الثروات في الولايات المتحدة للعام السادس على التوالي، يعني وتحديدا في جنوب كاليفورنيا، يعني ازاي قدرتي توصلي للمكان ده وتحافظي عليه طول المدة دي؟ عايزه اقول لك حاجه بحياتك الاول، انا مستشاره مش دكتوره. طب خلاص بلاش الدال، احنا عندنا الدال عندنا بنحطها كتير، بلاش الدال. انا عارفه، انا يعني طبعا انا عارفه في مصر بتحبوا يعني، بس عايز اقول لك الحاجه دي. تاني حاجه، انا يعني انا وصلت دي لان عندي فريق، عندي تيم يعني جنبي ممتاز. يعني لازم، ما تقدرش توصل اي حاجه لوحدك. طبعا انا ابتديت لوحدي في البدايه، وبعد كده شويه ابتديت اخلي اجيب ناس معايا يعني يكونوا شاطرين جدا وقلبهم على الناس. اهم حاجه في شركتي، في البيزنس بتاعي دي، ان اللي انت تعمله بقلب، وفعلا تساعد اللي قدامك. لو انت عملت شغلتي دي وعملتها بس لنفسك، وعملتها بس العملاء اللي عند يعني العملاء اللي بيشتغلوا عندك، ما تنفعش. فاي واحد بيشتغل معايا بيكون بيحب قوي ان هو يساعد الناس، بيعمل حاجه بقلبه، ويكون شاطر جدا في الشغله دي. فانا شويه ابتديت اجيب ناس معايا ان هو يكونوا فعلا عندهم نفس الفاليوز دي، ان هم يعملوا كده. وطبعا يعني كان تعب كتير وشغل كتير زمان. يعني لما ابتديت كنت اشتغل 7 أيام في الأسبوع، ويعني ما فيش حاجة بتيجي بسهل أبداً، لازم واحد يتعب. بس يعني لقيت إن فعلاً في ريزولت، يعني كل ما بتتعب وكل ما بتعمل كويس بيجيلك. فدي شوية الحمد لله ربنا ساعدني كده ووصلت كده، ويعني عشان واحد بيحب يساعد الناس قوي. حلوة قوي القيم اللي حياتك بتتكلمي عنها. الناس بتتصور انه اللي بيشتغل في الفلوس ده اكتر واحد عايز ياخد لنفسه، مش بيفكر في ازاي الاخر يستفيد. ودي الحاجة اللي حضرتك بتقولي ان هي تقريبا العنوان او الاساس اللي بني عليه الشركة بتاعتك. ايه اهم المعوقات او التحديات اللي واجهتيها خلال المشوار الطويل الرائع ده؟ طبعا يعني كست وكأم، ويعني دي حاجه صعبه ان انت يبقى عندك شركه دي، ولازم يعني البالانس ده، ان انا ابقى يعني وايف وزوجه وام يعني واشتغل وعندي بنت، ودي حاجات يعني صعبه في البدايه طبعا، ومصريه وكل حاجه. لكن يعني شوية طبعا يعني عرفت ازاي اعمل وقتي بحيث ان بنتي اهم حاجة عندي طبعا، وجوزي كده. وبعدين يعني you have to have balance، بس ده صعب مش سهل. والحقيقة اللي ساعدني ان عندي اهل جنبي، كان عندي مامتي وبايا واهلي وبنت اختي واخواتي كلهم كانوا بيساعدوني ان انا يعني اقدر اسيب بنتي معاهم واقدر اشتغل. فمهم قوي ان يكون في ناس حواليك كمان تساعدك، لان ما فيش زي ما قلت لحضرتك، ما فيش حد بيوصل لحاجه لوحده. صحيح، يعني دي مهم ان يكون عندي سبورت يعني في البيزنس، وعندي سبورت ات هوم، لازم الاثنين علشان اقدر اوصل. صحيح، لو ما كانش في دعم في البيت ودعم في الحياه الشخصيه ودعم في حياه العمل، يبقى فعلا النجاح صعب. كلام حضرتك مظبوط جدا. خليني اسالك بقى على دعمك لمصر. يعني يمكن بتحبي مصر من زمان من بعيد، لكن امتى حسيتي ان مصر ممكن تكون مديالك فرصه وتقولك ارجوكي تعالي في دينا، لانه احنا محتاجين لكل اولادنا. واحنا شفنا الحقيقه سياده السفيره نبيله مكرم عامله جهد رائع في حكايه ان احنا نستفيد من الاطباء، من المهندسين، من خبراء المال، خبراء الاستثمار، من الفنانين، من كل الشخصيات الكبيره على اكتر من مستوى، واحنا بنعيد بناء بلدنا او الجمهوريه الجديده زي ما بنسميها دلوقتي. يعني
حضرتك ابتدت الحقيقة بالكونسول جنرال هنا بتاع أمريكا لمياء مخيمر، وابتدت الحقيقة يعني لما جت هنا في لوس أنجلس وابتدت تعمل اجتماعات ويعني تقربنا لمصر. وبعدين طبعا لما الست الوزيرة نبيلة مكرم بعد يعني قالت لي دعية أن أنا أجي بإيجيبكان، ولما جيت شفت ازاي ان مصر فعلا عايزه تقدم الستات في مصر وتديهم رول موديل ان في ستات مصريه في العالم كله بتعمل كويس. ولما رحت مصر وشفت الحكايه دي قعدت في ايجيبت كان 2 والحقيقه يعني ادتني فكره كبيره جدا عن مصر. وبعدين دايما بردك هنا ايفن قبل كده كنت بساعد، كنا بنعمل عملنا هو fundraising عملنا يعني زي تبرعات، حملة تبرعات أو دعم مالي عملنا المجدي يعقوب وعملنا أبو ريش ودايما بنعمل 57357 مستشفى سرطان الأطفال هنعمل. وده دي يعني بعد ما رحت مصر رحت زرت بقى الحاجات دي، فكمان شفت قد إيه المساعدة مهمة جدا للمستشفيات وخصوصا المستشفيات الأطفال، لأن أنا بحس الأطفال يعني لما يعيوا مش عملوش حاجة في حياتهم عشان يعيوا، يعني it's not like يعني أكلوا غلط ولا عملوا حاجة غلط عشان يعيوا زي الكبار. العيال الصغيرة اللي بتعيا يعني دي حاجة صعبة قوي قوي قوي، فدايما أحب أساعد المستشفيات اللي هي بتاعت الأطفال. وطبعا فعمل يعني الواحد بيساعد في كده لأن دي يعني حاجة يعني الواحد ربنا اداله ومهم قوي ان انت تدي لغيرك. مش يعني دي حاجة انا بأمن فيها دايما بعمل هنا بردك في امريكا، بس طبعا مصر محتاجة اكتر وبحب اساعد مصر اكتر لان يعني الدولار هنا عالي ويقدر يعمل مفعول في مصر اكتر من الدولار هنا اعمل يعني مدي حد هنا يعني كويس، بس لما مدي في مصر الدولار عشان عالي بيعمل مفعول اكتر محتاجينه اكتر. فانا بساعد يعني هنعمل دفاع لل 57357 ان شاء الله اخر الشهر ده، والمصريين هنا بيحبوا يساعدوا يعني متصورش قد ايه طبعا. الواحد كل ما بيبعد لمصر متهيألي بحس بحن لمصر اكتر واكتر، لان يعني الفرقه ويعني احب كل حاجه. وزي ما انت حضرتك عارفه انا حببت بنتي في كده لان انا بحب مصر وما حببتني في كده. ف والمصريين مش انا بس هنا يعني لما عملنا الفند ريز لما نعمل الحاجات دي بنلاقي المصريين كلهم بييجوا وعايزين يساعدوا مصر وعايزين يساعدوا حياه كريمه وبيحبوا يعني يقدروا يعملوا يقدروا عليه عشان يساعدوا البلد. طبعا بدليل ان حضرتك يعني نجحتي في حمله تبرعات بنص مليون دولار لحياه كريمه، وده رقم برضو بيوري قد ايه المصريين بيحبوا بلدهم.